محمد، مدينة وجدة، موسيقى، فنان، بديتها في 2013، موهبة كعرف الناس صحابي غني سي ولا با غني معهم هذه، اكتشفت الموهبة ديالي، بديت الموهبة ديالي في 2013، ودابا راني مكمل المسيرة ديالي. واش هي عندي شي مشكل في هذا الفن؟ شنو هو المشكل اللي وقع لك؟ اللي وقع لي كان هذه واحد العام ونص، المشكل الاول مع ميدو بالحبيب كان وقف لي الاغنيه تاع سبيرا سبيرا اللي خدمتها مع محمد بن مختار. موراها خدمت عاوتاني واحد الكوفر تاع خلوها تهضر، سمعتها من عند خويا اسماعيل من تطوان. هذاك بقيت خدمت داك الكوفر، خدم لي في اليوتيوب جاب لي شي 1,700,000 في. من هذاك من داك الوقيته كان دوز يعاود الاغنيه ووقفها لي. هذاك كان نطلب الشروط ديالي اللي بغيتهم يردوا لي الاغنيه ديالي باش نكمل في الفن ديالي. وكنقول لخويا الدوزي زعما راه فنان كبير، من عاود الاغنيه خلي الاغنيه في اليوتيوب ويخدم على راسه، هو راه فنان كبير. كنسمعو كيقول لك اودي راه كيعاون ولاد الشرق مدينة وجدة، هادي ما شفنا حتى شي حاجة. كنسمعو ولكن ما كانش شي حاجة اللي كيعاون. قال لك اودي كيعاون لي جون تاع وجدة كيساندهم، ما عرفناش حنا. كنسمعو ما كان حتى شي حاجة. انا راني كابر في حومتو، دوز راه ولد الحومة ديالي قديمة، زايد تقريبا في الحومة تاع كولوج، مدينة كولوج، زايدين في حومة وحدة. وهذا هو كيقول لك اودي كيعاون، ما شفنا حتى شي حاجه. هو سعد المجرد كنشوفو عاون الناس بزاف، عاون زهير بهاوي اللي طلعوا الموازين، وبزاف تاع الناس اللي كيعاودوا لي كوفر ديالو مازال ما شفناش شي سينيال من جهتهم كاع. لا تاع سعد المجرد كيعاودوا لي كوفر ديالو مازال ما شفت شي واحد اللي وقفوا له كاع، يعني كيعاون الناس. انا كنقول حافظ الدوزي ماكشي، كنقول اودي ما ماشي انسان زين ولا، انا كان نحترمه بزاف، راه فنان كبير ولد مدينتي، وكان انا بعدا من المعجبين دياله. هذا بغيت نقول له زعما علاش وقفت لنا داك الفيديو، كيما انت راك تاكل طرف خبز كاع الناس بغيتها تاكل طرف خبز معاه.